انا هكمل معاك، بس خلينا ناخد واحد حبيبنا واخونا وكان في المنتخب معانا وكنا بنستمتع بيه دايما باستمرار وما زال متمسك بلعبة كرة منصف. القدم. كلنا بطلنا من طب انت سنين. قطعت فيه من شويه، خلي انا ما بالك. قطعتش عبد المنصف زكاوسة. حبيبي يا كابتن فابوق حبيبي وكابتن وليد صلاح عبد اللطيف، اوسة وحشني جدا، وعشرة سنين صحيح. وعمر اه طبعا. قضيناه مع بعض معسكرات وماتشات وبطولات كتيرة. اه اعتقد يمكن احنا كلنا بدأنا مع بعض، صحيح. وانت وانت اللي مكمل عبد بتكلم المنصف. احنا بطلنا انت انت. دخلنا 17 خلي سنة بالك بقى من طلعنا 29. فاروق. مبروك عبد المنصف المباراة رقم 400، يعني حاجة احنا سعداء بيك وفخورين بيك ان انت واحد من جيلنا وما زلت متواجد وبتحقق ارقام قياسية يعني. الحمد لله رب العالمين. يمكن ده كابتن فاروق مش من فراغ، والحمد لله ان يشهد على ذلك اتنين من الجيل بتاعنا. احنا قد ايه تعبنا وقد ايه ايوه كان عندنا هدف من بدايه ما دخلنا منتخب الناشئين مع بعض ومنتخب شباب ومنتخب اولمبي، ثم كملنا كمان على المنتخب الاول. صحيح. فاحنا من الجيل اللي خدنا من الجيل اللي قبلنا على طول حاجات كتيرة حلوة جدا، وتعلينا منهم الشقة والتعب والتركيز والمعاناة في كل شيء، ان مفيش حاجة سهلة. فاحنا كان عندنا بصمات كتيرة جدا ان كل الاعمار السنية اللي طلعت عمرها ما خدمت الاندية بتاعتها بالشكل اللي الجيل بتاعنا فجأة بقى كله لعيبة اساسية في اندية اهلي وزمالك واسماعيلي ومنصورة واتحاد ومصري. فكنا الحمد لله من البداية عندنا هدف اشتغلنا عليه، حققنا أحلام كتيرة جدا. كنت أتمنى إن بقية الجيل كله يكمل لحد نهاية المسيرة، ولكن للأسف ان شاء الله. للإصابات وتعرضوا لحاجات كتيرة، لا انت فمجموعة بسم كبيرة الله ما ما شاء الله كملتش. عليك يا عبد المنصف، والله يا ما ابني شاء الله سيبه عليك، بقى، والله ما سيبه شاء الله بقى، عليك. يعني كل شوية تقول له ما شاء الله عليك طب ما شاء اقول الله له، ما عليك. انا لازم عشان ما يتحسدش يا ابني، احنا بنحبه عايزينه. هتكسر رقم يا عصام أوسة حضر يا خلي بالك من كوسة. فاروق. هو المشكلة لا انا ما بخافش من فاروق، فهو حبيبي وهو عارف كويس ان قد ايه انا بعزه وبحبه وما بقلقش منه. هو المشكلة من عصام الحضري مش من حد ايوه تاني. انت هو انت عايز تكسر رقم وانت عارف بقى انت حر. انا بص لحد دلوقتي الحمد لله ماشي معاه كويس وبنتقابل وبنتكلم وتمام ومفيش مشكلة، ربنا يستر بس على اللي جاي. يعني هو لحد لا ان دلوقتي شاء تمام، الله انا مثبته ارسله كويس بلين. قوي. ف بتقول له ايه؟ طيب بتقول له مش هكسر الرقم ما الموضوع تقلقش وكده. بعيد، و50 ماتش كتير قوي يا عصام، وده عاوز لها موسمين والله اعلم واحد هيلعب تاني قد ايه. ف وبرضه اللي انت بتسجله. حققته خلاص، انت روحت كاس عالم وكنت اكبر لعيب شارك في كاس العالم، فبرضه يعني ادينا شويه حاجات صغيره مش يعني عارف انا عايز ايه نكمل معاك. الحضري والله العظيم مش عارف الحضري. هو الحاجات دي ما بتجيش من فراغ، اكيد بيبقى فيها اسباب كتيره جدا. الحمد لله ان الواحد من الناس اللي هي بتكافح وبتشتغل وبتشتغل كتير، وكلامها قليل، افعالها قليله في حدود المشاكل، في الايقافات، في الظروف اللي بتعطل اي لعيب. فالحمد لله ان الواحد طول الوقت عنده هدف ماشي، ما فيش حاجه بتعطله، ما بيبصش الحاجات اللي بتعطله، مش شايف قدامه غير الحاجه اللي هو عاوز يحققها. فربنا لما بيكرم بني ادم بيكرم بني ادم لما بيشتغل كتير ويجتهد، صحيح وبعدين بيديله الكرم في الاخر، مش صحيح. لازم في وقتها. بس كان بيحصل كده دلوقتي، فانا بقول للناس ان الحمد لله حققت بطولات ولعبت في نادي الزمالك 11 سنه، واتنقلت للجونه، وكان قبليها في مزارع دينا ثم انبي وادي دجله، وكل الناس دي ساعدتني ان انا احقق الارقام دي، سواء ال 35 الف دقيقه او ال 24 موسم متتالي كابتن فاروق كابتن وليد، او حتى الرقم بتاع 401 اللي انا حققته لحد دلوقتي. ولسه ان شاء الله عندي طموح وعندي امل وعندي اهداف كتيره. لسه حاسس ان كل ما الواحد بيحاول يحقق حاجه كويسه صحيح. يقول لا لسه ما عملتش حاجه، انا لسه عاوز اروح المنتخب، لسه عاوز اخد بطوله تاني، لسه عاوز احقق مع نادي زي وادي دجله مستوى يبقى مختلف عن بقيه الانديه، فكر مختلف، طريقه لعب مختلفه. صحيح صحيح. فحاجات كتيره جدا الواحد الحمد لله، طالما عندك احلام وعندك اهداف هتشتغل صحيح. عليها، طيب فهتحرم نفسك من حاجات كتير عشان توصل لها. عبد المنصف، يمكن موقف وادي دجله وانت بتتكلم على البقاء او وجودك دائما واستمرار عشان تكسر الارقام دي، لازم يبقى في نادي انت بتبقى متواجد معاه، وانت قلت طبعا اداره وادي دجله والموقف اللي انتوا فيه الى حد ما صعب،
يعني الايام اللي جايه انتوا بتفكروا في ازاي وكلاعبين وانت ككابتن كمان واكبر اللاعبين سنا ويعني اكيد خبرات كبيره جدا، بتتعاملوا ازاي في الوقت الحالي او هتتعاملوا ازاي في الوقت القادم في المباريات المتبقيه للنادي وادي دجله؟ عندنا يقين يا كابتن فاروق وثقه كبيره جدا في الله سبحانه وتعالى وفي اللعيبه وفي الاداره ان احنا ان شاء الله مكملين في الدوري. طالما عندك كواليتي لعب او عندك طريقه لعب وخطه معينه انت حافظها وبتلعب بيها ما بتقلقش، ممكن يروح منك ماتش اتنين ولكن انت عندك طريقه لعب، مش ببقى نازل وربنا يسهل وبروح وكده. بس منصف السنه اللي فاتت كان برضو يمكن كان في برضو نفس الموقف لو تتذكر، ولولا ان انتوا طبعا فرقه كويسه وانتوا السنه دي فرقه كويسه كان الامور كانت صعب جدا. انتوا نفس المواقف السنه دي خلي بالك. بالظبط، هو يختلف بس ان احنا كانت فوق بعد ما رجعنا من الكورونا ادائنا كان عالي جدا، ارقامنا كانت كويسه جدا في خمس ست سبع ماتشات ورا بعض. ثم مباراه النادي الاهلي الخساره بعديها اتعادلنا مع نادي المقاولين ثم خسرنا ثاني من بيراميدز فاتعطلنا شويه. ما كانش زي ما كنا ماشيين على معدل الابناط اللي احنا اخذناه قبل كده. فالحمد لله ان الموضوع تدارك بسرعه، الاولاد رجعوا تاني ركزوا رجعوا تاني. الشده بتاعت الماتشات وقللت الاسبوع ان كل شويه عدد الماتشات بيقل فخلاهم يركزوا اكتر. رجعنا تاني مع سموحه تعاوز ثم مكسب رائع مع 4-1 امبارح. فاحنا على الطريق الصحيح اللي احنا ماشيين بيه. مش قلقانين لان زي ما بقول لك ان احنا عندنا ثقه في انفسنا وفي اللعيبه وفي ربنا سبحانه وتعالى ان احنا لا قادرين، احنا احسن من الفرق الكويسه اللي بتلعب كوره، كان المفروض نبقى موجودين في مكانه ثانيه. فهو ده اللي مدينا راحه. ماتشات كلها صعبه علينا وعلى كل الفرق مش احنا بس. ولكن الحمد لله ان احنا في الطالع، طول ما انت شايف مستواك في الطالع الاهداف اللي انت عاوز تحققها بتيجي، بتشتغل كويس، بدرجه التركيز للعيبه بتعلى، الفورمه بتعلى، البدني بيعلى، قله الاصابات، قله الايقافات، لا فانت رايح في المكان ان شاء الله اللي انت عاوز تحققه. طيب. محتاجين مباريات ان شاء الله بدايه من ماتش اسوان. طيب. منصف هل ما زال منصف بيفكر في المنتخب في ظل الاداء الجيد والشكل الجيد اللي بيفكر او بيتعامل بيه في الدوري حتى الان؟ طول الوقت والله يا كابتن فاروق وكابتن وليد ان طول الوقت عندي الهدف والامل ان انا ابقى موجود في المنتخب، ليه لا؟ السن عامل بس ما اعتقدش ان ده بيحصل مؤثر قوي يعني. صح. انا خسرت فتره كبيره جدا كان فيها الكابتن احمد ناجي مدرب للمنتخب، كان فيها الكابتن زكي عبد الفتاح كان مدرب المنتخب، ما كانش عندهم الرغبه ان ياخدوا حد كبير رغم ان كان عصام بيروح. وكان في توقيتات كتيره جدا كنت فورمه اعلى من كده بكتير ومع ذلك برضه ما كانش في حتى تركيز ان الواحد حتى من كابتن ايمن طاهر متواصل ولا حاجه موصف معاك بيتكلم في الماتشات وبيبقى موجود في جميع الماتشات ومتواصل دايما معايا وكان في حوار من فتره ان انت شد حيلك وركز واشتغل وسيب الموضوع ان يوم ما تحس ان انت بتطلع كل حاجه وبتعمل كل حاجه واحنا شايفين كده هتلاقي نفسك موجود مع